ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها إن السفينة لا تجري يبسي. ننتبه هنا، أي علم منطقي نقصد؟ مش لحي يسوى العلم هكا واش دار لك تاني راه نحركو يمكنش الحيط أيه باش تقولك إلا كانوا كيتابعونا شي شلوح في حبابنا الشلوح المهم يفهموا هكا يفهموا مزيان. ولذلك كيقول لك أودي اللي ما تعلمش المنطق لا يوثق بعلمه. في زماننا كثيرا السبب في مهاجمتهم لأنهم يرونهم أنهم انحرفوا عن السنة في زعمهم، وأي سنة انحرفوا عنها هؤلاء؟ يقول الله تعالى في القرآن يد الله يد الله فوق أيديهم مثلا، يعني أنا لما أقرأ هذه الآية ضروري غيجي في البال ديالي واحد التصور شكون يعني دفعوا؟ دفعوا دفعوا نعم. يد الله فوق أيديهم أمرها كما جاء. أودي الله يهديك، احنا راه كنقصدوا علم الكلام، نفهموا المصطلحات ديالو ونقراو طرق علمائنا المتقدمين كيفاش واجهوا المخالفين ديال الدين ديالنا الاسلام ديالي، حتى حنا باش نتواجهوا معاهم وتصفى لينا وليك والجميع المسلمين العقيده ديالتهم ويدخل منها شيء. تحول تحول لماذا؟ يعني كاين شي حاجه تما دركا فهمها وعلمها. كان يرى نفسه انه كان يسلك سبيلا خطا، كان شاذا عن جماعه المسلمين. ولذلك انا غادي نقول مثلا الذي ينقم او ينتقد هذا الشخص بانه تغير فكره خصك تعرف علاش تغير، نشوفوا علاش، ناقشوا اذا كان منصف. ماشي الانسان انه يبني موقف على هذا الشخص، يجي واحد في جره قلم يقول لك متعصب او يقول لك العصبيه المذهبيه، ردي الله يهديك قرا المدرسه باش تفهم هذاك المخالف مسدود. هذا هو المشكلة ديالته. لو كان ينصت ويستمع لما انتقد ونصح التعبير بأن آفته هو الجهل. وعندما يكون الإنسان جاهلا فإنه يكون بعد عدو نفسه أولا ثم عدو غيره. المشكل هو حيت كتغير أنت بحكم أنه هو محدود التفكير، عندما يعني تخالف ذاك التفكير دياله اللي هو محدود كتولي أنت مبتدع. ومن حتى تناقش معاه تقول لي من هو المبتدع؟ ما عنده ما يقول. انت الا لبستي مثلا السروال والقميجه والكوستيم فلان انحرف، واش هذه علامه الانحراف الشريف؟ اش المشكله عندك في اللباس؟ لا يلبسه الا الكفار، كيفاش كيلبسه الكفار؟ اش مع راسك؟ هل هذا اللباس خاص به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سي محمد بن عزي مرحبا بك مرة أخرى إن شاء الله في هذه الحلقة الثالثة للقصص الإسلامي، بارك الله فيك، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، ترحب بك جميعا. بارك الله فيك سي محمد. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية على المورود ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديال العلم وكيفاش انه تدرج في الزمن لان يصلنا اليوم. احنا الحمد لله يعني مسلمون في هذا الزمن هذا بعد 14 قرن بفضل الحمد لله ذاك المورود ديال النبي صلى الله عليه وسلم والعمل ديال العلماء على مدى 14 قرنا يوصل لنا هذا الخير ونكون مسلمين اليوم بحمد الله وشكره. كنا تكلمنا على يعني المراحل اللي مر من هذا العلم الشرعي والمورود النبي صلى الله عليه وسلم باش وصلنا اليوم. تكلمنا على المذاهب، تكلمنا على الجمع ديال القران، على الجمع ديال الاحاديث وكذا. كنا وقفنا في الحلقه الماضيه في واحد المساله ديال المنهجيه ديال تعلم العلم، يعني الانسان ربما في طريق تعلم العلم وطلب العلم ممكن انه ربما يعني يسلك منهجية ربما تقدر تكون غير صحيحة، وبالتالي يعني غادي نتكلموا إن شاء الله كيفاش أنه طالب العلم ممكن أنه يتأكد ويعني يضمن أنه يمشي في الطريق ديال طلب العلم بدون ما أنه يقع له شذوذات أو انزلاقات أو يعني أشياء ربما قدر يعني تكون عائق أنه يأخذ العلم الصحيح. فان شاء الله نحاولوا نبداو في هذه الحلقه ديال بودكاست اسلامي بالمنهجيه اللي واجب على طالب العلم انه يتبعها، يعني باش يعني تكون الغايه ديال اللي هي طالب العلم يعني يوصل لها يعني بدون اي مشاكل وبدون اي انحرافات. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهدي واقتفى أثره إلى يوم الدين. نجدد الشكر لكم مرة أخرى. ما أخلى فيك سيدي أحمد، الله يجزيك، الله يوفقنا ويكم لما يحب الله ويرضى. آمين. إذن النقطة التي أثرتموها، يعني إن صح التعبير، ما تقدم ما هو إلا توطئة لهذا الموضوع. نعم، كما قلت في الحلقة الماضية بأننا غنطيح الطيارة. نعم. المقصود المنهجية العلمية هي كل شيء. نعم. كيف ذلك؟ ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها إن السفينة لا تجري في اليابس. نعم. ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها إن السفينة لا تجري في اليابس. ما معنى هذا؟ هو نقول إحنا بأن مثلا الإنسان استقر في قلبه حب العلم، أراد أن يتعلم، ما هي الطريقة التي يريد أن يختار وأن ينتهج؟ ما هو السبيل الذي يريد أن يسلكه؟ الإنسان مثلا ينظر فيرى أن هناك مجموعة من المناهج، وللأسف في بعض الأحيان بعض المناهج تتكون شي شوية صعبة، تؤدي الإنسان إلى طريق غير سوي، مثلا كأن يكون فيه تجرؤ على العلماء والأئمة، تجرؤ على أهل الخير وأهل الصلاح وما إلى ذلك. العلماء المتقدمون رحمة الله عليهم أسسوا للعلوم، ذكرنا في الحلقة السابقة مقطعا أو شيئا يسيرا في حديثنا عن أول من صنف في علم الأصول، وذكرنا أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 400 للهجرة رحمة الله على هذا الإمام، كان هذا الرجل آية في الفهم وآية في العلم وإماما في اللغة وإماما في جميع يعني علوم الدين. الإمام عبد الرحمن بن مهدي استفسره وطلب إليه أن يؤلف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين وما إلى ذلك، وهذه ما هي إلا استعمالات لمصطلحات لها ارتباط واتصال بأصول الفقه الذي هو القانون الضابط، القانون كي يضبط لنا طريقة أخذ الأحكام الشرعية من ماذا؟ من النصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة، بمعنى أنه يسدد، لأنه إذا لم تكن هناك تلك القوانين فالكل سيتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف هذا الكتاب وكان أول من ألفه، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، وأول من ألفه في الكتب أو أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، أي أن علم الأصول أو قواعده أو منهجية استعمال قواعد الأصول هذا أمر كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مركوزا، يعني شيئا فطريا يستعمل. التعبير عنه بالاصطلاحات، أول من إن صح التعبير يعني جعل لها قواعد ضوابط هو الإمام الشافعي رحمه الله. قال مثل الذي للعرب من خالقة، أي نفس ما قيل في النحو، العرب قديما كانوا يتكلمون بالمرفوع مرفوعا وبالمنصوب منصوبا وبالمجرور مجرورا والفعل والفاعل عندهم يعني شيء يعني يسري ويجري على ألسنتهم، ولكني سليقي أقول فأعرب، يعني سليق أقول فأعرب، بمعنى أنه كانت لهم شيء فطري يتحدث به هكذا. لكن لما وقعت العجمة، الإمام أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه أحد أئمة التابعين ظالم بن عمرو دخل يوما إلى بيته فوجد ابنته تقول ما أشد الحر، فأجابها ظنا منها أنها تسأل، قال شهر ناجر، قالت يا أبتي أنا لا أسأل وإنما أتعجب، قال لها يا بنيتي لئن كنت تتعجبين قلت ما أشد الحر. فخرج وذهب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابي المعروف علي بن أبي طالب،
قال له أدرك لغة العرب يا أمير المؤمنين. قال وما ذاك؟ فحكى له القصة. يحكون هذا الكلام يعني ينقل نقله ابن عبد ربه في العقد الفريد، واضح. قال له أعطاه سلمه دنانير أو أسلمه مالا يسيرا، قال له اشتري ألواحا وأقلاما. فجاء إليه فقال اكتب. قال ما أكتب؟ قال الكلام اسم وفعل وحرف. قال العلماء هذا أول كتاب سيبويه. سيبويه رحمه الله تعالى كتابه المسمى بقرآن النحو الكتاب، هكذا اسمه المؤلف الذي ألفه سيبويه، اسمه الكتاب، وأول ما فيه الكلام اسم وفعل وحرف. المهم أن علم النحو ليحفظ قعدت له القواعد كذلك، وكانت فيه مدارس. ولذلك من المنهجية المطلوبة أن من أراد دراسة العلم الشرعي يبدأ بعلم النحو، يقرأ فيه على الأقل المقدمة الأجرمية. هذا المتن المبارك للإمام ابن أجرم رحمة الله عليه، يبدأ بهذا المتن يفهم مثلا أو يبدأ بأصول هذا العلم وبقواعده الأولية، لأن الأجرمية ما هي إلا مقدمة في علم النحو. ثم بعد ذلك يتبعه بعلم المنطق، وعلم المنطق يعني أقيمت عليه الدنيا ولم تقعد، بداعي أن من تعلم المنطق تزندق، أو أن علم المنطق لا يجب تعلمه. لماذا؟ لأنه مرقاة إلى تعلم الفلسفة، وبالتالي ماذا؟ إلى الانحراف عن المعتقد الديني الصحيح. لكن هذا خطأ، وهو ما حذى بالإمام الأخضري في نظمه أن يقول تبعا للأئمة المتقدمين بقوله، أن يقول بقوله رحمة الله عليه، ماذا قال؟ فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القارحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. بمعنى أن المذاهب العلماء في تعلم علم المنطق، لكن ننتبه هنا أي علم منطق نقصد هنا؟ قالوا الكلام أو علم المنطق المشوب بكلام الفلاسفة المختلط بكلام الفلاسفة، هذا هو الذي فيه النقاش. نعم. من سيتعلمه؟ فابن الصلاح والنووي حرم، قال يحرم تعلمه. وقال قوم ينبغي أن يعلم، اللي هو الإمام الغزالي هنا، بمعنى يجب أن يتعلم. والقولة المشهورة الصحيحة بناء على ما في النظم جوازه لكامل القارحة، أي من قويت عارضته في العلم، يعني من تمكن من علوم الشريعة إن صح التعبير، كما قلنا احنا بالدرجة شرب علوم الشريعة، شربها وبشلح يسوى العلم هكا واش دار لك تاني راه نحركو يمكن تشلحيت باش تقول لك الا كانوا كيتابعونا شي شلوح في حبابنا الشلوح المهم يفهموا سيادنا الشلوح هكا يفهموا. المهم ف يعني هذه هي اللي فيها النقاش. اما علم المنطق الذي ازيلت منه تلك الشبه وبقيت القواعد الكليه، هذا لا خلاف بين اهل السنه. وهناك صح التعبير لفت دقيقه للبناني رحمة الله عليهم صاحب الحاشية على السلم، سلم المنورق للإمام الأخضري. قال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كيف من يتكلم في حكم جواز تعلمه أن يحكم على شيء لا يتصوره؟ ما تصوره قاع ما زالوا بيحكم عليه، لا يمكن. صعيب. أنا هذا الكتاب قاع أسود اللون، ما شتو قاع ولا نقول لك أكتب هذا راك حل أبيض وشتيه. لا يعني كيفاش تحكمت علي بأنه أبيض أو أسود وأنت لم تراه؟ ولكن عندما ترى أسود كيف عرفت ذلك؟ واه سبحان الله، عندي منه نسخة ونسخة ونسخة وكذا إلى آخره، والنسخة يعني جميع النسخ التي عندي ومنها هذه لونها أسود، واضح. ثم قال ثم الحكم عليه بعد التصور، بمعنى قد تعلمه يعني تصور علم المنطق. إذن فالقضية فيها معنى، فيها إشكال في التعلم. إذن علم النحو يتعلم منه ما يفهم به ماذا؟ ما سيتعلمه، لأن كل شيء مكتوب بلغة، باللغة برا مكتوب باللغة، هذا الشيء كامل. المنطق التوارا مكتوب باللغة،
الأصول مكتوبة باللغة، الحديث مكتوب باللغة، القرآن مكتوب باللغة. وحنا كنقولوا دروكا غير يلاه بسم الله، الا بغى يقرا الانسان الاجروميه ويتبع هذيك ساعه البال في يد بن مالك مثلا، ولا بقصر النذال بن هشام، ولا شذور الذهب، ولا المهم الكتب الدراسيه المقرره، هذا الشيء قبل ما توصل يوصل الانسان للكتاب ديال سيبويه، او لا يوصل لمفصل بن يعيش، مفهوم؟ لان اللغه خص يكون الانسان عنده منها حظ، واضح؟ وكما ذكرنا فيما مضى بان الامام الشاطبي قال اللي بغى يقرا هذا الكتاب عندي خصو يكون ريان من علوم الشريعه، والعربي خصو يكون عنده فيها حظ كثير، مفهوم؟ المنطق ما هو دوره؟ ما هو الهدف منه؟ هو تسديد الفكر، لانه هو من يعني يمتلك به الانسان الميزان ديال الفهم، يكون عنده فهم المعنى ويدرك أن هذا المعنى صحيح وأن هذا المعنى خطأ. لذلك قال هو مسدد للفهم، حتى كما قال الإمام الأخضر رحمه الله تعالى: وبعد فالمنطق للجنان، أي علم المنطق بالنسبة للقلب، الجنان المقصود به القلب. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. أي أن النحو يكفي أن علم المنطق وعن يعني قال فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، بمعنى لكي لا تكون الفكرة خاطئة أو ليكون فهم المعنى خاطئا، علم المنطق يسدد يقوم يعني يجعل ذلك ميزان. ولذلك يسميه الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد المتوفى في 505 هجرية كيسمه ميزان العلم، ميزان. ولذلك كيقول لك ودي اللي ما تعلمش المنطق لا يوثق بعلمه. أي نعم، من لم يتعلم علم المنطق فإنه لا يثق بعلمه. علاش؟ لأنه داكشي عنده كيكون مريقل مضبوط مقاد. المهم خلاص حنا دروك كنعرجوا على هذا الخير، ما إلا بغيت تكلم في هذا الخير شحال خصك. عاود ثاني اش يقولوا ليه؟ قلنا أنه ميزان يسدد الفهم، ثم كذلك يكشف عن الفهم الدقيق، يكشف عنه الغطاء. إذا بغيتي تفهم شي حاجه خصك يا إذا بغيتي تغوص فيها يكون عندك درايه بالمنطق باش تفهم هذاك المعنى. إذا ها قلنا النحو هو الاول، تبعنا لعلم المنطق ونجملوها كامله، نقول علوم الاله داخل فيها اصول الفقه، حتى هو اصول الفقه داخل. اصول الفقه من العلوم الاليه، الات ندرك بها العلوم الشرعية، وحتى هذا دور يقوم ويسدد يعني ايش الفهم ديال الانسان. وكيف ما ذكرنا له علاقة بمثلا بنصوص وعلوم الشريعة يجعلك تفهم كيف تمكن علماء الاسلام من اخذ الاحكام الشرعية من النصوص، ايش من نصوص الكتاب والسنة. نعم نعم. سي محمد دابا فاش كنا نتكلموا في الحلقة الماضية قلنا بلي انه يعني ظهرت واحد الوقيته من التاريخ الاسلامي المذاهب الفقهيه. نعم. ايضا ظهرت ما يسمى بالمذاهب العقديه. واخا قبل ما ننتقل لهذاك الموضوع نختم غير هذه. نعم. المهم باختصار، من اراد ان يتعلم فليبدا بعلوم الاله. نعم. هذا شرط. ومن الاخطاء ان الانسان ان يقفز على علوم الاله ويذهب الى علوم المقاصد اللي هما علم الفقه وعلم الحديث، علم متون علم شروح متون الحديث وشنو اخر وعلم التفسير، هذوك راه شيء متاخر. اما هذا الشيء هو المتقدم، انسان يتعلم ويفهم عندك ساعات ينتقل. ذكرنا اللغه اللي هو علم النحو، وزيد عليه علم الصرف، وزيد عليه علم البلاغه، وزيد علينا ما سيدي كما ذكرنا علم المنطق، وزيد عليه علم الاصول، وزيد عليه علم مصطلح الحديث. نعم. ونزيد عليه حتى هو ايش علم الكلام، ولكن علم الكلام لا ينصح به لاحد، وانما ينصح به لمن كما قلنا كان ريان من علوم الشريعه. ان كما قال ابن الامام الاخضري اش قال؟ قال سيدي وجوازه لكامل القريحه ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الصواب. نعم. فبإدراك، لأن دابا علم الكلام اش غنتعلموا فيه؟ نتعلموا فيه بعض المصطلحات ديالو، نعرفوا ما هو الواجب وما هو السي محمد غير باش نتكلموا في المسألة ديال علم الكلام. أي نعم. وصراحة في الوقيتة فاش مشيت نبحث شوية على علم الكلام ونحاول نفهم
يعني التعريف ديالو ونعرف فيما في فيما يعني فيما يصلح هذا العلم كلام. لقيت واحد الضجة كبيرة يعني نايضة يعني تثار حول علم الكلام. هناك يعني من يرفضه ويعني يفسق ويبدع من يتعاطاه. هناك من يقول أنه علم يعني يلزمنا في زمان خصوصا في هذا الزمان احنا اللي كاينين فيه. فإذا كان ممكن أستاذ محمد احنا نتكلم على مسألة العلم الكلام وعلاش هو ضروري أصبح في هذا الزمان خصوصا هذا اللي كاينين فيه. معروف أنه علم الكلام ربما أنه كان يعني علم قديم يعني وتعاطاه العديد من العلماء وكذا، ولكن حاليا ربما سمعت من يقول أننا في حاجة ماسة إلى علم الكلام في هذا الزمن هذا خصوصا في هذا الزمن هذا، يقولون لرد ربما الهجمات المتكررة للعلمانيين والملاحدة يعني وأعداء الدين. إذا كان ممكن أستاذ محمد نعرف هو العالم الكلام شنو هو وشنا هي الآلية ديالو وكيفاش يستعملوا يعني العالم والشخص اللي تخصص فيه والهدف منه يعني لهذا العلم الكلام يعني لماذا هو اصبح ضروري في 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 زماننا هذا. اذا كان ممكن اسمح محمد يعني تكلمي عليه اول حاجه التعريف ديال علم الكلام شنو هو وعلاش في هذا الزمن حسب ما سمعت انه علاش في هذا الزمن اصبح ضروريا جدا جدا. علم الكلام هو الضجة عليه القائمة نتيجة سوء فهم ومازال كنعاودو حنا في المنهجية نيت منهجية التعلم فيها خلل ولما وقع فيها الخلل نتج عنه كذلك خلل في التصور، ومحيط وقع خلل في التصور صرنا نحن الآن نرد ما تركه وما خلده المسلمون. هذا علم المنطق اللي ذكرنا هنا بعضهم عندما يحتج عليك يستدل لك برسالة نقد المنطق للإمام ابن تيمية رحمه الله ونحن نجيب عليه بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى متى نقض علم المنطق إلا بعد أن تعلمه. هل يتصور هذا؟ تعلم علم المنطق ثم لما قويت في عارضته نقضه مفهوم؟ إلى آخره. ثم كذلك الحجج العقلي راه كاين فاش كان عندنا احنا في القرآن الكريم فين كاين؟ قال من يحيي العظام وهي رميم أم خلقوا أم هم الخالقون. يعني آيات كثيرة يعني من هذا القبيل يعني كأنها تستعمل علم الجدل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا استدلال عقلي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا حجج عقلي. ثم أو كالذي مر على أي قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره. كذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف أنه نظر. لابد من النظر لتقوى الحجة عند الإنسان. ولذلك مثلا العلماء يتحدثون عن أولا بالنسبة للإنسان في خصة نفسه قبل أن يكون غيره. أولا الإنسان عنده اعتقاد، وما الاعتقاد بماذا عرف وما كان قبلا للتشكيك. لأن الاعتقاد ديرك بني على شي حاجة، فاعتقادك يجب أن تبنيه عن علم لا أن تبنيه عن تقليد. فإن بنيته عن تقليد يوشك على الإنسان ماذا؟ أن يشك في اعتقاده وبالتالي ماذا؟ يترك ما كان يعتقد. واضح؟ فلذلك اعتقاده ينبغي أن يبنيه بعلم. ولذلك هنا علماء رحمة الله عليهم يعني بعضهم أوجب النظر، وهو ماذا؟ النظر الجملي الذي يصل بالأدلة العقلية أو بالدليل العقلي إلى وجود الله تبارك وتعالى. مثلا وجود الله كمثال على ذلك. هذا قال ابن عاشر رحمه الله تعالى في الحديث عن هذه النقطة، قال وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. كيف أبني أن الله أبني يقينا على أن الله موجود؟ كيفاش غادي نبني؟ راه لما بنيته بهذا التصور العقلي بطبيعة الحال مع النص، هذا بالنسبة لي أنا كمسلم راه لابد من النص، لابد من دليل من القرآن، ولابد من دليل من السنة، ومن أدلة من القرآن ومن السنة، ولكن بالإضافة إلى ذلك يجب أن أبنيه على دليل عقلي، والأدلة العقلية قوية. شوف قال لك وجوده لا دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. ما معنى هذا؟ مما يدل على وجود الله تبارك وتعالى هو الصنعة. ما معنى الصنعة؟ الشيء المصنوع.
نحن مصنوعون، كل ما سوى الله في هذا العالم مصنوع، إذا لا بد له من صانع، ومن سيكون هذا الصانع إن لم يكن هو الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الأدلة. الأعرابي الذي قال الأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ليش استدلش أعمل ماذا أعمل هذا الأعرابي؟ أعمل النظر العقلي وهو الدليل الجملي، لما كيحتاج هو باش يرد باش ما كيحتاج هو كيفاش أنه يدفع على هذاك، ولكن كون واحد التصور بنظر عقلي، كون هذاك التصور بنظر عقلي باش يقوى الإيمان ديالو. واضح؟ إذن هذا هو النقطة، يعني بالنسبة للإنسان النقطة اللي خصنا ننتبه لها مزيان بالنسبة للشخص في خاصة نفسه. ولذلك ابن عاشر رحمه الله تعالى اللي قال في نظم أبية للأمية تفيد في عقد الأشعر وفقه مالك، في عقد الأشعر ذكر في في أول كتابه قال أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب الآيات. ثم ذكر الأحكام العقلية، هذا راه دول الأمي أخص يكون عنده هاد الآليات باش يفهم بهم آش، باش يفهم فيهم ما يجب وما يستحيل وما يجوز، ما يجب في حق الله تبارك وتعالى أن نعتقده، وما يستحيل أن نعتقده في حق الله، وما يجوز أن نعتقده في الله رب العالمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، واش حنا بنبقاو نهضروا مع المسلمين؟ هو المسلمين عندهم كتاب والسنة، يعني كل شيء موجود تما، يعني ما يحتاجوش يعني يمشوا يعني لحاجة أخرى ولا مصدر أخر باش يستدلوا على الله تعالى. شنو اللي قال؟ هذاك ما عندي فيه مشكل. في حين أنه غير المسلم ما يمكنش أن نجي نتكلم مع قال الله قال الرسول. يعني خصك تقنعه بعدا بالمعتقد الدين الإسلامي. هو الأول، ما يمكنش أن نقنعه إلا من بحجج عقلية وبالكلام ربما وبالحوار ويعني وبالمحاورة. صحيح. والعقلية. نعم. الحجج العقلية. عجبني الكلام ديال واحد الشخص، واحد الإمام من أهل العلم. يعني سمعت له فيديو قال أن المسلمين يعني ما عندهمش مشكل يعني في المعتقد وكذا، وعندهم كتاب والسنة. إذا كان العالم فيه 7 مليار ديال الناس. فمليار ونص هما اللي تيدينوا بدين الاسلام. يعني وستة المليار الاخرى يعني اشنا هو يعني باش غتحاورها؟ الا ما غتحاورهاش يعني بعلم الكلام والادله العقليه باش انك يعني تحاول انك تستمنهم يدخلوا للدين، يعني وانهم تبين لهم لان الدين الاسلامي هو دين الحق. يعني ما يمكنش تجي تقول لهم قال الله قال الرسول، اصلا تخصك يعني تقيم لهم الحجه على صحه معتقدنا احنا، معتقد دين الاسلام. نعم، هذا الكلام هذا هو لشيخنا محمد شوقي. نعم. حفظه الله. نعم. وعجبني وقد وفق في هذا الذي ذكر. بصراحه يعني 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 هذه المساله جميله ومنطقيه يعني فعلا. لا هذا الشيء اللي كاين احنا دروك ما نقرره هنا هو خلاصته هو هذا. نعم. كما قلت لك انا دروك احنا ما عندي مشكل في المسلم، في المسلمين ما عندي مشكل، كما قال حفظه الله قال بانه احنا مليار ما عندنا فيها مشكل وسته كيف نديروا معها. صحيح صحيح. واش تقول لي قال الرسول؟ اولا نزيد بيانا، نزيد الامر وضوحا وبيانا. الله تبارك وتعالى هو عنده خلاف التصور ديالو هذا. ما ينفعك معه الا ما قال ابن عاشر، يجب لله الوجود والقدم كذا الفناء والغنى المطلق عم خلفه لخلقه بلا مثال الى اخره. يجب هو الأول. أولا ثم ثانيا إن قدر أنه ألزم بالأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى وعلى ما يجب في حق الله تبارك وتعالى، تلزم صافي بأنه ما عنده كيدير بالحجج العقلية ولا ما يمكنش يدفع عن نفسه بأن الله موجود، ثم أن هذا الإله الموجود تجب له صفات. هناك من واسط بيننا وبين الله هو النبي، فجعل له مقطعا خاصا به فقال يجب للرسل الكرام الصدق أمانة تبلغهم يحق، يعني ما يجب في حق الرسل. واضح؟ بمعنى حيث كتبت له الوجود ديال الله تبارك وتعالى وما يجب لله تبارك وتعالى من وصف وما يجب لله في حق ذاته ومن فعال ومن أفعال، يجب لله يجب كذلك في حق من يرسله الله رسولا صفات. محيط كتبتها عديك الساعة فأنا ما عندك. واضح؟ نعم. إذن هنا
إذن هنا هذه الحجج العقلية هي اللي غادي تخلي الغير يقتنع بما تعتقد. نعم، يعني هذه الحجج العقلية وعلم الكلام يستعمل يعني لتبيين الحق للناس ربما غير المسلمين. نعم، وكذلك في الرد على المهاجمين للإسلام. نعم، الملاحدة يعني ويعني والعلمانيين والناس اللي ربما اللي تحاولوا أنهم يشوفوا الصورة للإسلام. نعم، وأنهم ينفروا ربما الناس من المسلمين من دينهم، وحتى ربما غير المسلمين يعني يكونوا يعني حائط صد بينهم وبين أنهم يعرفوا الحق. نعم، يعني محتاج أنه العدد العلماء المسلمين يتعلموا هذا العلم هذا باش أنهم يعني يردوا على الهجمة الشرسة لهذه الأشخاص، هذو العلمانيين والناس ربما اللي تهاجموا الدين، يعني وإلجامهم يعني وضحض حججهم يعني ودب يعني هذه الهجمة الشرسة وهذا التطاول على الإسلام. صح. نعم، هذا الشيء اللي كاين، لأنه إحنا كما قرر سابقا في ذاك الفيديو اللي تقطعوا واستفدوا منه الناس، وكان جلب واحد العدد كبير جدا من المشاهدات بفضل الله، وذكرنا هذه القضية، قلنا بأنه رغم ان ترك علم ان تركت الأمة تعلم علم الكلام فقد آثمت. آثمت. نعم، بمعنى الأمة كلها ستأثم، ولذلك يجب أن يتصدى لهذه العلم علماء. ويجب أن يعانوا في ذلك. صحيح. نعم، يجب أن يعانوا بتهيئة الوسائل والسبل المعينة على تعلم هذا الخير هذا. لأنه إلا جاب الله يعني خصنا نفهموا عن النقطة، هناك الفاعل للخير وهناك الدال عليه. الفاعل للخير شكون هو؟ المتكلم، الفيلسوف، النظار. والدال عليه هو غيره ممن يعينه. أنا نأخذ لك واحدة مثال سيدي الحاج، سيدي الحاج هذه فرصة نيت الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، أين كان يدرس؟ كان يدرس المدرسة النظامية. من أسسها؟ نظام الملك، الوزير السلجوقي المعروف. نظام الملك. هذه المدرسة التي أسست هيئت لها أوقاف، والمنشوش قديم بعيد. نأخذ على مثال على ذلك الإمام بن حجر العسقلاني، هيئت كان يدرس في مدرسة، وتلك المدرسة هيئت لها وجعلت لها أوقاف. السخاوي نفس الشيء. وقس على ذلك عن أمثلة مما استحضر، كان في ذلك الزمان تهيئ المدارس، بل هنا في المغرب المدارس العتيقة. المدارس احنا قاع أسيدين نرجعوا لبلادنا ثقافتنا، احنا قاع ما نمشوا بعيد. المدارس العتيقة كانوا قبل ماذا يفعلون؟ كانت تؤسس المدارس العتيقة، ثم ما كان يحرث ويزرع وما كان يغرس يؤخذ منه نصيب إلى المدرسة، من أجل أن يأتي الطلاب ويتعلموا ويتعلمون، من أجل أن يأتي الطلاب وأن يتعلموا ماذا؟ العلم الشرعي. والمقصود هو تهيئ من يخدم الإسلام والمسلمين، من يدلهم على الله سبحانه وتعالى. وحتى هذه راه دخل في هذه القضية، من تركها فقد أثم. نعم، مفهوم. إذن ترك تعلم علم الكلام وترك الرد على أعداء الإسلام معنيتها ماذا؟ أننا سنؤدي بأن يكون الدين ديالنا حنا ياش ضعيف، ضعيف، ومن حيث كيضعف سيصبح الإنسان عرضة للخروج منه. صحيح، صحيح، هذا هو المشكل. صحيح، يعني هنا من جهة الخطورة ديال ترك الساحة الملاحدة والعلمانيين وعدم الرد عليهم. باش ردوا عليهم ضروري من علماء يكونوا مكونين يعني في هذا العلم، يعني يكونوا على مستوى. صحيح. أسس ألف الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله كتابه مقاصد الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة. نعم، وكتب كتابه تهافت الفلاسفة. نعم، سمعت به. كرد بها على إيش دوك؟ ولذلك اش كيتسمى الامام الغزالي حجه الاسلام رحمه الله عليه، رحم الله هذا الامام. واش كيديروا ليه؟ مسكين بالعصا، الله يغفر له ويتوب عليه ويدخل الجنه يا ربي، ونسال الله تبارك وتعالى يجعلنا من محبيه، نحبه لانه ماذا يستحق من الحب، بقدر ماذا؟ بقدر ايمانه، بقدر علمه، بقدر دفاعه عن الاسلام.
رحمة الله عليه. يعني خدمة ما شاء الله الإمام الرازي هو نفس الخدمة دارها، شيخه الإمام الغزالي الجويني نفس الشيء، نفس العمل. أبو بكر الباقلاني المالكي نفس الشيء، أبو بكر بن فورك. نرجع عند أبو الحسن الأشعري التاول رحمة الله عليه في تصديه للفكر المعتزلي البدعي. نعم. معتزل أنفسهم سبب يعني مثلا ظهورهم أو من الأمور كانوا يردون على الفلاسفة. ربما المسألة ديال الفرق ربما الكلامية المعتزلة وغيرها غنحاولوا نتناولوها شوية بالتعريف. ربما تسمع المعتزلة الأشاعرة الماتوريدية يعني بزاف ديال الفرق يعني هذا تسمى ربما المذاهب العقدية. نعم. لكننا تكلمنا يعني في الحلقة الماضية عن المذاهب الفقهية فهناك أيضا مذاهب عقدية. نعم. نحاول سي محمد هذا نبين الفرق بينهم بجوج بين هذه الجوج المذاهب الفقهية والعقدية. نعم. ونعطي يعني بعض الأمثلة على هذه المذاهب العقدية والفرق بينها ويعني يعني نحاول نبين الفرق بين الاثنين. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل عليهم القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بالشرع ونشره في أصحابه رضوان الله عليهم وانتشر ذلك الخير لم يكن أحد يتعرض لشيء من هذا القبيل. كان يتلقى الواحد من العرب الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به يعتقده ويعمل به ثم ينصرف. الأمور عادية، الصحابة كلهم ككثرة والقضية كانت غادية بخير وعلى خير. لكن في زمان علي رضي الله عنه بل في أواخر زمان عثمان بن عفان ظهرت فرقة الخوارج بتحريض من عبد الله بن سلمة، وهذا إن شاء الله كما قلت راه غادي تكون حلقة خاصة تكلم في هذا الموضوع. إن شاء الله. عبد الله بن سبع حرض قبائل وحرض أناسا على عثمان بن عفان رضي الله عنه مما حذا بهم أو مما جعلهم يثورون عليه ويقومون بقتله رضي الله عنه وأرضاه في بيته، قصة معروفة. ظهر الخوارج، هذه أول فرقة ظهرت، كانت سياسية ثم صارت فرقة دينية. وهذه الفرقة الدينية لكي تدافع على مقولاتها لابد لها من ماذا؟ مما ما يجعلها أن تدافع وتأسس له. مزيان. وهذا الذي تدافع عنه إن كان باطلا فيجب أن يدفع هذا الباطل ويحق الحق. مثلا ذهب الخوارج في مقالاتهم إلى تكفير ماذا؟ مرتكبي الكبيرة. كفروا. أي نعم. قالوا من شرب الخمر فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، وهذا خلاف ما في دين رب العالمين. مرتكب الكبيرة مؤمن عاص بشربه للخمر مثلا وليس مخلدا في نار جهنم، يرجى توبته، إنما هو أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن عذبه عذبه بعدله وإن غفر له غفر له بفضله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيعة كذلك ظهروا، لما ظهروا ظهرت عندهم مقالات، وهذه المقالات جعلوا يدافعون عنها ويؤصلون لها. وأهل السنة يحتاجون إلى كيفية الدفع لهذا الباطل الذي يعتقدونه بماذا؟ بالحجج العقلية. جاءت الفرقة المعتزلة وأول ظهور لهم هو مع واصل بن عطاء الذي كان آية في العبادة والدين والزهد، إلا أنه كان عنده خلل في التدين، خلل عفوا في المنهج العلمي. دابا سي محمد ذكرت ثلاثة الفرق. نعم. عقدية، خوارج، الخوارج، الشيعة، المعتزلة. المعتزلة. الخوارج سموا خوارجا لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب. نعم. ويسمون كذلك بالحرورية لكونهم ماذا؟ اعتزلوا. نعم. والشيعة. نعم. لأنهم شايعوا عليا. عكس الخوارج. نعم. شايعوا عليا. نعم. والمعتزلة هم؟ المعتزلة سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. وقصة ذلك أن رجلا جاء إلى الحسن البصري يسأله، يقول له من ارتكب كبيرة ما حكمه؟ فقام واصل بن عطاء مجيبا. نعم. والإمام
رضي الله عنه الحسن البصري هو المسؤول وهو أحق بالإجابة. هذا واحد فائدة من سوء الأدب مثلا بحالك، من سوء الأدب أن يسأل مثلا الشيخ ويقوم الطالب بالإجابة، هذا من الأخطاء ومن سوء الأدب. فماذا فعل لما أجاب؟ قال أقول فيه، يقول هو أقول فيه ليس بكافر، ليس بمؤمن ولا كافر، وفي وأنه ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا هو أصل من أصول المعتزلة اللي هو المنزلة بين المنزلتين، لأن أصولهم خمس ومنها المنزلة بين المنزلتين. فكان أول ظهور للمعتزلة، فقال له اعتزل مجلسنا، فاعتزل. فبدأ الحسن البصري يقول لتلميذه اعتزل مجلسنا، فاعتزل. وقيل بأنهم اعتزل من تلقاء نفسه. فكانت هذا هو تسميتهم بالمعتزلة لهذه الغاية، يعني هذا التلميذ أول من اعتزل وانضم إليه آخرون. نعم، فسموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. نعم. وتابعه طوائف جعد بن درهام، عمرو بن عبيد، يعني أناس كثر تابعه على أسسوا يعني معتقد خاص به. نعم، هذا الشيء اللي كان، حتى وصل الأمر إلى الجاحظ الأديب المعروف النظام، شو يقولوا له واصل العطاء ذكرناه. المهم هذا ما استحضرته الآن هيك. وكل له مقولة تخصه، المقولات العام، القاضي عبد الجبار، أبو الهذي العلاف، أو نبدي تستحضرهم دابا، كلهم معتزلة. نعم، كلهم معتزلة. لكن ما وجه كونهم مبتدعة؟ لأنهم خالفوا أصول أهل السنة في كونهم ماذا؟ غالوا في العقل وجعلوه مرتبة عليا، حتى وصل من أمرهم أنهم قالوا بأن العقل يحكم بأن هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء حرام، أو أنه مباح وجائز بالعقل استقلالا عن الشرع. هكذا قالوا، ردوا النصوص، قالوا يعني العقل، قالوا بأنه يستقل بإدراك الحكم الشرعي. هكذا قدموا العقل على النقل. نعم، قد يعني يقولون بأنه يمكن أن يدرك حكم الشرع، أن يدرك حكم الشيء قبل ورود الشرع، قبل ما يجي الشرع يستطيع العقل أن يدرك أن هذا الشيء مثلا جائز أو أنه حرام. نعم، خلاف السادة الأشاعرة يقولون بأنه لا محسن ولا مقبح إلا ماذا؟ إلا الشرع. وما يقولوا بمسألة التحسين والتقبيح، يعني أن هذا الشيء حسن بالعقل وقبيح بالعقل قبل أن يأتي الشرع. نعم، الفرق الثلاثة هذه هي، لكن السادة الأشاعرة قالوا لا محسن ولا مقبح إلا الشرع. الفرق الثلاثة هذه التي تكلمنا عليها، الفرق أي نعم، الخوارج الشيعة المعتزلة، هذه فرق ضالة ممكن منحرفة عن منحرفة. نعم، طوائف بدعية. هناك يعني فرق أخرى يعني ربما تعتمد من منهج السنة والجماعة. نعم، وهي الثلاث الطوائف أو ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتوريدية والحنابلة. الحنابلة. والذين يسمون بأهل الحديث الحنابلة. غيرهما طائفة من أهل الحديث كلهم. إذا كان ممكن سي محمد نولهم بالتعريف ونعطوا غير واحد نبدأ بسيطة على هذه الثلاث طوائف. نبدأ ربما بالأشاعرة، لماذا سموا بالأشاعرة؟ يعني والمعتقد ديالهم يعني الأشاعرة سموا بالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الإمام رحمه الله. أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا في أصله. نعم، لكنه رحمه الله تعالى وقعت له مناقشة مع زوج أمه وكان معتزليا، فلم يقنعه في كلامه، وهي في قضية مسألة الصلاح والأصلح اللي كيقولوا فيه يجب على الله أن يفعل كذا، يجبون على الله ما لم يجب على أنفسهم. ما معتقد أهل السنة يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه أحد شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه ما أوجب. كتب الله على نفسه الرحمة، يعني هو الذي. نعم، قال بأن يعني فناقشه في هذه المسألة، ف يعني أسكت يعني لزموا، لأن هذه فائدة علم الكلام كما ذكر الغزالي رحمه الله في المنقذ من الضلال. ذكر في رسالته المنقذ من الضلال، قال غاية علم الكلام هو إلزام الخصم،
كتلزمو. تقول لي هيك ولا كان اللي عندك هذا الشيء اللي كاين. من قويت عارضته في علم الكلام يقوم بالإلزام. بحال كما ذكرنا احنا في قضية علم المنطق، الحكم على شيء فرع عن تصوره. هذا الذي قال بأن علم المنطق تحلمه حرب، انت راه حكمتي عليه شي حاجة كاع ما تصورتيهاش. إذن والحكم على شيء فرع عن تصوره، إذن حكمك لا يلزمني. قلت لي بأنه حرام بعدما قريتي راس في قريتي، بمعنى خلصنا إلى أنه خصنا نقرأه شيء اللي كاين. هذا هو ما يسمى بالإلزام. أبو الحسن الأشعري لما ألزم خصمه فأخذ يرد عليهم رحمة الله عليه، رجعوا كما يقولون إلى السنة. فبدأ فبدأ يضحد فكر المعتزلة، ولذلك قالوا بأن الأشاعرة هم الذين أوقفوا مد المعتزلة. ألزموهم. يقول المعتزلة الفلاسفة تصدوا اليوم وردوا لهم الشبهة ديالهم وكذا، ولكن حيت غالوا جاب لهم الله الأشاعرة وهم يلزموهم التهمة وردوا اليوم. نعم. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فبدأ يعني يرد بقواعد أهل السنة. تقول لي إحنا النصوص معاه، إحنا راه النص كاين، ولكن العقل تهوى، فلا يستقل نص بدون العقل والعقل بدون النص، هما مترافقان. النص والعقل غاديين، ما يمكنش نربطهم. يعني ما يمكنش يوقع تضاد. تضاد ولا تعارض. العقل لا بد منه. احنا مثلا كما ذكرنا في قضية وجود الله تبارك وتعالى، وجوده لا دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، الاستدلال على الصانع بالمصنوع، على المصنوع دليل على وجود الصانع. نعم. إلى آخره. المهم ثم يعني هذا الفكر ديال أبي الحسن الأشعري ما هو إلا امتداد لما كان عليه السلف، راه ماشي شي حاجة جديدة، هو راه والو ما دار، غير هو حاجة جاء على مذهب أهل السنة. بماذا؟ بعلم الكلام. نعم. ما زاد ما نقص ما دار حتى شي حاجة اللي هي كذا. قبل ما نعطيو التعريف للماتوريدية والحنابلة. نعم. نتكلموا على علاش ربما في هذا الزمان، ربما حتى في أزمنة ماضية، الأشاعرة يهاجمون ومنهم من كفرهم. يعني واش لأنهم يعني يتعاطوا علم الكلام أو لسبب آخر. يعني هناك سمعت يعني هناك من يهاجم الأشاعرة، يعني وصف يصفهم بالكفر. في زماننا كثيرا. نعم. في زماننا كثيرا. السبب في مهاجمتهم لأنهم يرونهم أنهم انحرفوا عن السنة في زعمهم، وأي سنة انحرفوا عنها هؤلاء؟ يعني أن هؤلاء الذين قالوا بأنهم انحرفوا على السنة أشكي عندهم واحد تصور لعند السنة خاص، السنة ديالتهم هما، مش السنة اللي هي السنة المقصود بها. يعني مثلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم واحد تصور خاص، يعني هذيك السنة مفهوم خاص بهم، واللي دخل فيها راه هو، واللي خرج منها راه ماشي سني. أما الحقيقة التاريخية أن الأشاعرة والحنابلة كانوا على توافق وتوهم، حتى وقعت فتنة ابن القشيري. وهذه لابد نتكلموا فيها بدي لنا شوية ديال الوقت. ربما نخلوها باختصار. باختصار. ابن القشيري خطب في المدرسة النظامية، أسسها نظام الملك السلجوقي رحمة الله عليه في بغداد، وبغداد حاضنة للحنابلة عوامهم. فلما خطب ودعي للأشعرية من على المنبر لم يعجبهم هذا الأمر ولم يرق لهم، فقامت القائمة هنا، كادت أن تطير أو أن تقتل فيها أرواح وهوجم وما إلى ذلك. فهنا بدأ يعني بدأ الصراع، ثم أخذ ويزداد. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر عن نفسه قال: وقد حاولت تكرارا ومرارا يعني التقريب بين السادة الأشاعرة وبين السنة أو بين الحنابلة، لأن هذاك الخلاف ديالهم ما طايح على والو. أما قبل راه وجهان لعملة واحدة، الحنابلة عندهم معتقد، عندهم تفويض، ياك تفهمنا، عام. الآخرين اللي هما الأشاعرة، السادة الأشاعرة رحمة الله عليهم، عندهم تفويض كذلك خاص، وكانوا
خوت متوالمين متوائمين متوافقين ما كاين حتى مشكل حتى وقع هذا الامر. هي هذيك اللي خلت هذيك النفره وقع بينتهم. وهكذا يتوارث هذا الامر الى يومنا هذا، الى يوم ساعه الناس، الى يوم ساعه الناس هذه. هو الذي حدا بابن عساكر رحمه الله تعالى الى تاليف كتابه المسمى بتبيين كذب المفتري فيما نسب للامام الاشعري. ان التاتش دخل في شي شويه ديال ديال نسبت اشياء للامام ابي الحسن الاشعري هو منها وراء. ما عليناش هكا اللي وقع، ما كاين حتى شي مشكل. ودابا دوك اللي كيردوا على الاشاعره ويدعون انهم ليسوا من السنه انما هم مرددون لكلام سلف، ولكن هل عندهم اطلاع؟ ما عندهم اطلاع. لذلك انت بغيتي تحكم على الاشاعره وتعلم الاشاعره اش قالوا وسمع شوف اش قال الناس. ماذا قال الاشاعره؟ ما حيت نعرف انا اش قالوا عاد ديك الساعه يمكن ليها. مازال كنهضروا على الحكم على الشيء فرع عن تصوره، شوف اش قالوا الاشاعره. راه الاشاعره ما ردوا على المعتزله حتى قراوا اش قالوا المعتزله وما يردوا عليهم. ماشي اللي كاين. وما يمكنش انت ترد على واحد طرف ولا طائفه ولا فئه الا بعد ان تعلم ما عندها، فانا ذاك ترد عليها. بحال هذو دروك اللي بغا يردوا لك قال لك على داروين او على اصحاب النظريه الداروينيه. هو بعدا كاع ما تصور شنو هي بعدا النظريه الداروينيه شنو هي كاع. ما عارفها كاع وبغى يرد عليها كي دار ليها. هو دابا تسمع انه هو الانسان اصله قرد. ايوه ولكن بطبيعه الحال ماشي اي واحد كيما راه مازال كنعاود ادرك ماشي كل احد مؤهل، ماشي كل واحد مؤهل حتى يشرب بلولو. لا اللي عنده الادوات ديال الرد حتى يختر يختر كما قلنا حتى يتقال في العلم وعاد ديك الساعه اللي عنده ما يقول يقول. سي محمد بالنسبه الماتوريديه الفرقه الثانيه الفرقه الثانيه من اهل السنه بعد الاشاعره هي فرقه او المهم اهل السنه الماتوريديه ما نقولوا كاع فرقه ولا طائفه. هنا حتى هو فهم في الاعتقاد كما المذاهب الفقهيه فهم في الفقه او في الاجتهادات الفقهيه فكذلك هذا فهم في الاعتقاد. لأن الاعتقاد احنا ما عندنا مشكل في وجود الله وما عندنا مشكل بأن الله واحد ولا شريك له واحد في صفاته. كاين شي أمور شي مقولات عندهم فيها اجتهادات مثلا في قضية التأويل أو التفويض هذو مباحث وأمور وما إلى ذلك كل وكيف يرى ذلك فكل واجتهاده. على أي الأشاعرة عندهم اجتهاد، الماتوريدي عندهم اجتهاد، والحنابلة تهما عندهم اجتهاد. على أي من هم الماتوريدية؟ نسبة إلى أبي منصور الماتوريدي رحمة الله عليه، متوفى سنة 300 لما خفت نكذب 333 هجرية. حتى هو نفس الشيء كان رحمه الله تعالى جهة ما وراء النهر لما كان أبو الحسن الأشعري في بغداد. ما كان يفعل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في العراق كان يفعله أبو منصور الماتوريدي هناك رحمة الله عليه. حتى قالوا بأن ما خلاف الأشاعرة والماتوريدية ليس بخلاف يعني مثلا كبير أو واسع، حتى إن بعضهم قال بأن الخلاف بينهما خلاف معدود على رؤوس الأصابع، مسائل معدودة. ولذلك حتى في التقسيم المذهبي الفقهي الشافعية والشافعية والمالكية أشاعرة في المعتقد، أشاعرة في المعتقد، والحنفية ماتوريدية في المعتقد. نعم. والأهل الحديث حنابلة في المعتقد. نعم. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو حقيقة أبو منصور الماتوريدي اللي هو الطرف الثاني في أهل السنة. أبو الحسن الأشعري الأشاعرة الطرف الأول، ثم الماتوريدية الطرف الثاني، الطرف الثالث هم الحنابلة واللي هما أهل الحديث الذين رحمة الله عليهم يقولون بأن صفات الله تبارك وتعالى لا نتعرض لها بتأويل ولا نتعرض لها بشيء من ذلك، إنما نمرها كما جاءت. نعم. من غير تكييف ولا تعطيل. بحال أبو الحسن الأشعري نفس الشيء. فهو داكشي اللي كان كيقول يستحضر النصوص عدم التشبيه. بالجملة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفس الشيء حتى عند الماتوريدية.
النفي المماثلة لا يجب أن نشبه الله بأحد من مخلوقاته. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. ورام التنزيه، تنزيه الخالق سبحانه وتعالى مشابهة المخلوقين، وعلى أن يكون فيه ما له علاقة بماذا؟ كأن يشغل الحيز مثلا، أو من الزمان أو المكان، وأن يتصف بالجرمية وما إلى ذلك. هذه الأمور هذه اللي خصها، هذه مصطلحات كلامية. المهم احنا عرضها في الكلام ما يخدش فيها. المهم بيت القصيد أن هذه الطوائف الثلاثة من أهل السنة المقصود الأعظم منهم هو تنزيه الله تبارك وتعالى أن يشابه المخلوقين، وأن يعامل سبحانه وتعالى بما يليق به. واحد القضية في هذا الباب، هذا الإنسان يوقف عقله باش ما يخدش فيه، ما يخدش صفات الله تعالى. عامة الناس أشنا هو المطلوب منهم؟ يقرأوا القرآن، يفهموه، ويعبدوا الله تبارك وتعالى فقط. وهذا الشيء ديال كذا يخلوه الناس الماليه، يخلوه الماليه اللي هما العلماء، وما يدخلوش فيه، والخوض فيه صعب. خوض فيه صعب الله تعالى. أيوة، أش عرفتيها الناس هذو؟ أو شيء واحد اللي كيتكلم مثلا في هذا القضية راه كيتكلم في الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى واش لما ذكروا يعني الاستواء على العرش، اي نعم، ماذا قال الامام مالك ربما؟ نعم، الاستواء معلوم، نعم، والكيف مجهول، اي نعم، والسؤال عنه بدعه، والسؤال عنه بدعه. شنو تقول انت؟ اي نعم، يعني السؤال بقوله كيف استوى الله، هذا هو المعنى. من سال بهذا فقد ابتدع. ومذهب مالك رحمه الله تعالى هو مذهب الصحابه رضوان الله عليهم، ومذهب السلف، وهو ايش؟ السكوت. نعم، السكوت. نعم، هذا الشيء ما نتعرض ليه. نعم، نعبد الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى متعال. نعم، وإنما لما دخل فيه من دخل إنما للضرورة لننفي عن عقيدة الإسلام ما لا يليق بها. نعم، لما يذكر الله تعالى صفاته في القرآن، لما يقول الله تعالى في القرآن يد الله فوق أيديهم مثلا، يعني أنا لما أقرأ هذه الآية ضروري غيجي في البال ديالي واحد التصور. خصك تدفعوا. دفعوا. نعم، يد الله فوق أيديهم أمرها كما جاءت. نعم، دوزها فتها. نعم، ما يتعرض لها. هي هذه قالوا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطة. لأنه شكون هل يستطيع عقلنا أو أن تستطيع، هل تستطيع عقلنا أن تدرك الله؟ راه صعيب. كيف للمخلوق أن يحكم على الخالق؟ نعم، راه صعيب صعيب صعيب. العقل باش يدرك صعيب، محدود عنده قياسه، لأن ذاك شيء غيب. موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله تبارك وتعالى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فلما تجلى في الآية الأخرى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، شي حاجة يسيرة. وقال العلماء لأن موسى ليس عنده ما يقوى على ماذا؟ على رؤية الله تبارك وتعالى. من هذا يحرم لنا ذيك الرؤية في الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. لذلك ما يليق بالله وما يستحقه يجب ياش خصو يمارسو الإنسان في حياته، ودع على بحال هذا الشيء. علاش؟ لأن الخوض فيه صعب، واللي خاض فيه ما يسلمش. وقدر يعترض عليه شي واحد يشتكي يقول له شتي داك الشيء اللي قلنا لك، علم الكلام ما كذا كذا. لا يا ودي الله يهديك، احنا راه كنقصدوا علم الكلام، نفهموا المصطلحات ديالو، ونقراو طرق علمائنا المتقدمين كيفاش واجهوا المخالفين ديال الدين ديالنا الاسلام ديالي، حتى حنا باش نتواجهوا معاهم وتصفى لينا وليك والجميع المسلمين العقيده ديالتهم، ويدخل منها شائبة. وعلى ان تدرك مثلا لنفرض بحال مثلا هذه الهجومات المتتاليه الان، راه هجوم شرس جدا علينا الان، وحنا ما كاع ما حاسين بها، راه وليداتنا في خطر صراحة. راه بدا كيدخل لهم هذا الشيء، مشى كيمشي اليوتيوب. هو صراحة كاين واحد التطبيق يعني عنده واحد عام تقريبا عامين يلاه فاش ظهر، سميتو كلوب هاوس. هو يعني شبيه للبالتوك اللي كان واحد الوقيته، يعني فيه رومات او غرف للملاحدة، تدخل ليها صراحة تلقى الالاف ديال الشباب، كلها غير شباب صغار تيتصنتوا لهم يعني، ويطرحوا لنا شبهات يعني، وتيطلبوا الناس انهم يدخلوا انهم يتناظروا معاهم وكذا وكذا. ولكن يعني تطلع في اغلب الاحيان ما يعني حتى واحد ما تيدخلش عندهم هذا، وبالتالي ينشرون سمومهم بين الشباب. نعم، يعني لو كان يعني بعض العلماء مثلا مسلمين اللي يقنون علم الكلام ويدخلون مثل هذه الغرف
يعني ويردون يعني يعني هاد الشبه ديال هاد الملاحده ديال هاد الناس هادو يعني صراحه يعني مطلوب هذا الشيء. نعم دابا الشباب تيدخلوا يعني هاد شفتهم يعني تيكونوا بالالاف تيدخلوا تيبقاو يتصنتوا تيجي واحد الملحد تما يبقى يسب في الصحابه يسب في النبي صلى الله عليه وسلم يسب الله عز وجل عز وجل يعني والشباب ينصتون ينصتون اغلبهم يعني يلحد او يعني انه يعني هو خصو مع القضيه راه مشكل الا كان الانسان عنده مرض نفسي داكشي راه غير مرضى ما هو من الاول في الاول في ولكن القوا الساحه فارغه يعني هاد الملاحدة وهاد الناس اللي تنشروا الالحاد لقاو ما لقاوش اللي ما فارغه والو عند الحاج لقاو نعم ما فارغه والو غير الناس ما كتقلبش عزيز عليهم هذاك العجب وما عزيزش عليهم فين يقلبوا مثلا لا تتكلم عن علماء الكلام اللي عندهم الاهليه والقدره على ان يردوا على هذه الملاحده هذه كاينين ولكن الناس اش كيوقع لهم ما كيقلبوش الحاج احمد على بحال هاد الناس دابا الالزام اللي غادي تلزموا بحال هاد الناس تتقول لي انت محيت مشيتي تتقلب على هذاك الملحد تصنت ليه علاش ما تقلب انت على واحد عالم في الشريعه وعالم في علم الكلام وتصنت ليه كيفاش كيرد هذوك الشبه انا نعطيك انا واحد المثال شيخنا الشيخ اسامه السيد الازهري الان عنده حلقات خاصه فسميته في بعض القنوات المصريه ويؤسس هذه الايام كاع كيؤسس ويرد على الالحاد خدام وهو حتى هو الفيديوهات ديالو منشورين في اليوتيوب علاش ما يمشيو يقلبوا الناس يتصنتوا عليه ولكن هاد العلماء هادو يردون عن طريق محاضرات انا تنقول انه يعني هاد الناس الملاحده اللي كاينين يفتحوا غرف ويستقطبون الشباب يعني يعني ويجعلهم ينحرفون علاش علماء اللي عندهم اهليه انه يتكلموا في هذه المساله هذه ويردوا عليه علاش ما يدخلوا لهاد الغرف هذه يعني يعني ويردوا على هاد الملاحده ويجيبوها انا نعطيك واحد القضيه الحاج احمد دابا مثلا الملحد الذي ينكر وجود الله علاه مثلا هذاك اللي مشى بغى يتصنت ليه لو تقرر في ذهنه ما ذكرت قبل وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع الا تقرر مشى قراه او لا سمعه عند شي عالم من العلماء بلا ما يرد عليه راه تكون عنده واحد الاصل بان كل مصنوع لا ود له من صانع المصنوعات دليل الصانع تقول لي انت بعدا اللي كتعتقد مثلا انت تلحد وتنكر وجود الله تبارك وتعالى وفي اعتقادك بان هذا الهاتف مصنوع صنعته الدوله الفلانيه او صنعته الشركه الفلانيه امنت بذلك في هذا الشيء ولا تؤمن به في انا او في انا او في جبال يعني راسيه وفي سماء وفي بحار وفي نباتات على اختلاف ألوانها وما إلى ذلك إذا آمنت به في آلة صنعها الإنسان كيف لا تؤمن بها في إنسان ياش صنعه الله سبحانه وتعالى وصنع الكون وصنع مخلوقاته وصنع كل شيء أن كل هذا شيء مصنوعات من صنعها الله رب العالمين إلى آخره دابا غير باش نحاولوا نديروا واحد الخلاصه يعني على حسب ما فهمت الكلام ديالك ان المذاهب العقديه سته منها ثلاثه منحرفه وثلاثه لا ليست الحصره هما كثير داك الشيء كثير كثير غير احنا وخلاص كثير ولكن المعروف منها هو ربما سته الاصول المرجئه ما ذكرناهاش المرجئه اي ما ذكرناهمش هما ما ذكرناهمش خوارج طوائف لو كنت يبقوا اي المرجئه مثلا الكبير اللي هو الخوارج او المعتزله الجهميه ما ذكرناهاش حنا دروك عا كنسميو طوائف يعني في المعتقد هذا التوام اي نعم الكراميه ما ذكرناهمش نعم مثلا المهم طوائف كثر انما هذو غير حيت طار السؤال عليهم نعم ولذلك مثلا علماء الاسلام عندهم ما يسمى بكتب المقالات كتب المقالات بحال الشهرستاني عنده كتاب الملل والنحل رحمة الله عليه يعرف بمقالة مثل هؤلاء عندك عبد القاهر البغدادي رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه الفرق بين الفرق والإمام أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله عنده مقالات الإسلاميين كتاب تهو فيه هذه المقالات المهم هذا مما استحضرته الآن يدخلون فيه مقالة كل طائفة هناك أي طائفة كيفما كانت بل حتى غير المسلمين مثل البراهيمة
فلاسفة غير المسلمين إلى آخره. فالمقصود وعلاش هذاك الشيء تنقل باش يعرف مثلا بالنسبة للمتخصصين علماء الدين وعلماء الإسلام علماء الشريعة يلقاو هذوك المقالات يعرفوهم بعدا. علاش؟ باش ما يجي شي واحد من بعد ويعتقد شي مقالة في ذوك المقالات وما يكونش مطلع عليها وباش يعرف الرد ديال العلماء عليها إلى آخره. فهذا هو اللي كاين. نعم، يعني دابا كاين يعني الفرق الكلامية أو المذاهب العقدية يعني مختلفين في العقيدة، يعني في الفهم من العقيدة، وكاين المذاهب الفقهية اللي منها المذاهب أربعة ومذاهب أخرى التي اندثرت. دابا الباقي منها هو أربعة والمسلمين ما خصهمش يفوتوا هاد الأربعة. نعم، شنو اللي كاين؟ يعني حيت دابا ربما الوقت الاجتهاد ما بقاش، يعني ما لما تجتهد ربما اكتملت المذاهب. شكون اللي بيقدر يكون بحال الإمام مالك؟ ضروب راه عليا جمع الناس كاملين. كان ديك الساعات الإمام مالك فيه كل شيء. دروك راه أسست ما يسمى بالمجامع الفقهية. شنو هو المجامع الفقهية؟ ما كان يجتهد فيه فرد واحد صار الآن مجموعة أفراد يجتمعون من أجل أن يتناقشوا في مسألة. وكان في زمان الإمام مالك، في الإمام مالك نفسه لحتى الإمام أحمد الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد سفيان الثوري وزيد وانا معك. ربما بقى لينا نتكلموا على يعني التحول اللي ممكن يوقع مثلا لواحد الشخص يعني متى يتابع واحد المذهب. مثلا كنا تكلمنا قبيله على الإمام الشافعي وأنه عنده المذهب القديم في العراق والمذهب الجديد يعني في مصر. يعني غنتكلموا على المساله هذه وكيفاش انه هذا التحول اللي وقع للإمام الشافعي. يعني واش ما حدث شي بلبله يعني في ذاك الوقت فاش كان هو ربما كان يفتي بشيء في العراق فلما ذهب لمصر افتى ربما بشيء مغاير او ربما يقدر يكون مضاد للامر الاول الذي افتى به في العراق. فهذه المساله هذا التحول هذا اللي تيوقع واش يعني ما تسببش مشاكل الاتباع ديال المذهب او حتى العالم ربما نقول انه واحد العالم مثلا معين يعني في زمن هذا او في زمن يعني فائت هذا يعني كان يفتي الناس بواحد المساله معينه فبعد واحد وقت من الزمن يعني غير فتواه يعني وفهمه يعني تغير فهمه ربما للمساله وغير فتواه. فهذا التغير هذا ربما بالنسبه للانسان العامي الشخص اللي كان يتلقى الفتوى ماذا تسبب لي واحد البلبله يعني وجعله ربما يعني يتخبط يعني وما يبقاش عنده واحد الثقه ربما في العالم ربما يقدر يقول لك انت كنت تفتيني في هذه المساله بطريقه الفنيه يعني هذا ومن بعد جيتي يعني تفتيني بطريقه اخرى يعني الدين عندك ما يعني ما ثابتش يعني وبالتالي انا يعني توقع لي واحد اللبس. فهذه المساله هذه مجن نوضحوها للناس وان هو التغير اللي وقع يعني كيفاش ننظروا ليه. هو الى اولا بعد هذه مساله تحمد للشخص. نعم، هي الاولى. اذا تغير لسبب، ما هو التغير؟ تحول لماذا؟ يعني كاين شي حاجه تما دركا فهمها وعلمها. كان يرى نفسه انه كان يسلك سبيلا خطا، كان شاذا عن جماعه المسلمين. كان يعادي اش غادي نقولوا حنايا المناهج الحقه مثلا في المنهج العلمي هذا دروك اللي ذكرنا حنا تحول الانسان ما تعلم بالطريقه المنهجيه العلميه القديمه التي تثمر وتنتج العالم وتخرج العالم بمعنى ان في ذلك المنهج المتبع الذي كان يسلكه كان فيه خلل. نعم. الذي نتج عنه ماذا؟ انه ما تقدم في العلم. نتكلم عن طالب العلم، ما تتكلموش على الامام الشافعي اللي وقع له التحول. انت تقول انه هو راه سنه الله في الكون تغير الافكار الحاج احمد. تغير الافكار سنه في الكون. الافكار تتغير والسبب ديال التغير هو الزياده في العلم. انا نعطيك واحد القضيه، المعرفه المحدوده تنتج انسانا محدودا، محدود التفكير. اذا كان الانسان المعرفه ديالته محدوده قليله راه نفس الشيء حتى التفكير ديالو راه محدود حد قياسه. ولذلك انا غادي نقول مثلا الذي ينقل او اش غنسوا ينتقد هذا الشخص بانه تغير فكره خصك تعرف علاش تغير. نشوفوا علاش، ناقشوا
إذا كان منصف، ماشي الإنسان أنه يبني موقف على هذا الشخص أنه تغير. أنت ذكرت المعرفة، الأفكار تتطور، تتطور رجعات ربما، نعم تتطور الأفكار، والواقع شاهد على ذلك. إحنا في أهل الانحراف، وإحنا في أهل مثلا غير كاع المسلمين، الأفكار ديالهم كتطور، فكرة وكيفاش كتطور. إحنا تكلمنا نيت على العقائد الإسلامية، أن هاد الناس اللي أسميتو تتلقى واصل بن عطاء، واش نفس الفكرة اللي عند منظم خالف ليها، بغض النظر عن الانحراف ديالهم. المعتزلة كلهم عندهم انحراف عقادي، ولكن الفكرة كتطور. دابا حنا إلا بغينا نتكلموا، دواء كل هذا هو العلم، الدواء هو العلم. حنا نقولوا مثلا، حنا نقولوا حنا بأن الإنسان مثلا إن صح التعبير ما كيفكرش، ما نقولوا كاع شي كلمة قاسحة، ما كيفكرش. على الأقل بعدا نمشيو نطلع على المناهج ديال العلماء المتقدمين، كيفاش قراو الناس. نمشيو نشوفوا مثلا الإمام ابن حجر كيف قرأ، نمشيو نقراو التراجم ديال العلماء، كتلقى حفظ القرآن، اش قرأ اللغة، قرأ مختصر في المذهب في الشافعية، قرأ مختصر عند الشافعية، في الحنفية قرأ مختصر عند الحنفية، عند المالكية قرأ مختصر في الحنف عند الحنفية، الحنابلة قرأ شي مختصر عند الحنابلة. هذه درك لا يكاد تجد عالما من العلماء إلا وإن عنده ماذا؟ عنده قسط من مثلا يقرأه في المختصرات الفقهية، كيقرأ العربي ويقول لك قرأ علوم العلوم العقلية، قرأ العلوم النقلية، بمعنى اش الى اخره. الامام النووي رحمه الله تعالى قال لك مشيت نقرا الطب، الله يرحمه ويغفر له، ابن الصالح حتى هو رحمه الله عليه لما تتبعوا او لما نقلوا عنه قول منعه من تعلم علم المنطق، قال لك راه السيد راه مشى كان كيقرا علم المنطق ولكن استغلق عليه، جاء صعيب وخلاه. دابا علاش انا كنحدد الانسان ان هذا القياس ما يفوتوش، خصك هذا القياس ما تخرجش منه، احفظ هذا المتن، احفظ هذا الكتيب، احفظ هذا كذا كذا. يعني وهذا من الاخطاء كتخرج على الانسان، تحجم الانسان. اي نعم، لكن عندما يطالب يعني فاش تحجم الانسان يعني ما تيكونش عنده القدره انه ينفتح على علوم اخرى ربما وتوسع الادراك، الافق ديالو كيكون ضيق، يكون افقه ضيقا. واضح لأنه إذا مشى تعلم ربما كقدر ممكن أنه يتضح لي يعني بخطأ المنهج اللي كنت يتبعه. نعم، نقوله إحنا واحد القضية، مثلا تلقن الإنسان أن تعلم علم المنطق حرام لا يجوز، واش هذا غير قول؟ راه كاينين ثلاثة كما ذكرنا. إذا أنت محيط كتاع سير مشي نشوف أنا اش كيقول الإمام الغزالي. لا الغزالي لا هو ما خصناش نتعلموا. علاش يا صاحبي؟ راه عالم من علماء الاسلام هذا. انت الا جاب الله سديتي على راسك ما خصكش تستفد من الغزالي بناء على انه كذا عنده انحراف في العقيده والعياذ بالله كما تيقول. اذا انت راه ما غاديش تزيد له قدام. على الاقل امن بالخلاف، امن بالاختلاف، بمعنى ياش خصك تامن بانه كاين القول وكاين القول الثاني وكاين القول الثالث. قرا القول الاول، حتى القول الاول الا تلقاه الانسان ما خصوش يتلقاه تقليدا، اقرا عليه. علاش علاش تتبنى مثلا او حتى هذا القول هذا علاش بناه مولاه؟ شوف علوم الاله كتنفع، علم الاصول تيقول لك اودي هذا القول علاش بناه مولاه؟ والانسان الا اسميته لانه لا فهم هذه غادي ينتقل القول الثاني علاش بناه مولاه؟ القول الثالث علاش بناه مولاه؟ وتيكون واحد التصور. علاش نعادي انا المناهج التي اثمرها وتركها علماء الاسلام؟ لماذا اختصر العلم في اشخاص معينين ونترك جمهور العلماء؟ وعندما تاتيه مثلا بالقرافي مثلا تقول له القرافي يقول لا 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 القرافي لا وما تصنتش ليه، انا سانصت للشيخ الفلاني. يا ودي الله يهديك، شوف اش كيقول، راه هذا عالم من علماء الاسلام تصنت لهاش كاع. ولا مثلا تتلقاها كيقول لك ابن حجر يثني على ابن حجر رضي الله عنه في فتح الباري شرح صحيح البخاري او لا في نخبه الفكر والشريف. انظر ماذا يقرر الامام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري نفسه عن المذهب وعن المذهبيه، ماذا يعني يقرر في الاعتقاد الديني
ماذا يقرر في المذهب رحمة الله على الجميع وما إلى ذلك. ثم الإشكال اللي كاين هو أن الإنسان يقتنع أو يقنع بفروع ويوالي ويعادي عليها، وهذه ما أصعبها. جلسة الاستراحة درتيها ما درتيهاش، أنت ماشي من أهل السنة، خالفت السنة بتركك لجلسة الاستراحة. والشريف راه جلسة الاستراحة فضيلة عند الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أما الجمهور على أن جلسة الاستراحة ليست يعني مما يفعل في الصلاة. نعم. كمثال صف. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لمن ينظر حتى يستوي قاعدة. أو في صحيح البخاري، هو الأخ الكريم، كان في صحيح البخاري، ولكن العلماء الآخرون نظروا في كل من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ورود ولا ذكر. لماذا؟ لجلسة الاستراحة. محيط تتبعوا لقاو الراوي ديال الحديث الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال لك ما جا حتى يلخر عند النبي صلى الله عليه وسلم وجده كان يجلس جلسة استراحة لما كبر، وقالوا جلسة الاستراحة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر. نعم. شوف طريقة الاستنباط وطريقة الفهم، الجمع بين النصوص. نعم. مفهوم إلى آخره. إذن فدواء مثل هذا هو العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في العراق، كان هناك بيئة معينة. دابا نعطيك في المدارس الفقهية، الإمام مالك رحمه الله في المدينة كان عنده نمط من نمط التفكير، لكن أهل العراق كان عندهم نمط من نمط التفكير. المدرسة المالكية فيها جوج المدارس، أو نذكر جوج المدارس المشهورة، ماشي غير جوج، مدارس كثيرة، إنما المدارس المشهورة جوج، قلت لا تقع مشهورة، المدرسة ديالت المدينة، والمدرسة ديالت العراق، والمدرسة ديالتش ديالت مصر. المدرسة العراقية ماشي هي المدرسة المدنية، المدرسة العراقية فيها جدل ومحاججة. علاش؟ لأنه تلاقوا تما مع المذاهب كلها. فاش انت المذهب المالكي بغيتي تدافع على الرأي اللي كيتبناه الإمام المالك، خصك أدوات ديال المحاججة والمجادلة. فحدا بهم إلى تعلم علم الجدل مثلا والعلوم العقلية باش يدفعوا بحال هذا الشيء. ولذلك تجد كتبهم، كتب القاضي محمد، القاضي عبد الوهاب، القاضي شي يقولوا له القاضي الأبهاري، القاضي إسماعيل الجهضمي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي رحمة الله على الجميع، طريقة المناولة ديالتهم الآراء الفقهية ديال مالك بالمحاججة. علاش؟ لأن البيئة ديال العراق بيئة جدل، دي اعطيني ونعطيك، تناقش وتناقش أرى المذهب ديالك أنت يا الرأي اش كتعتقد فيه، علاش بنيتي أنت القول ديالك. البيئة المدنية والمصرية لا، وما كانش هكا. ولذلك الإمام الشافعي محيط كان تما كان عنده رأي، ولما جاء إلى هنا تبنى رأي آخر. علاش؟ تحول في الأفكار، البيئة تفرض عليك. ولذلك حتى في المذهب مثلا بالنسبة للسادة المالكية ديال الشرق يقولون بأن الحج على الفور، المالكية ديال المغرب لا، قال لك على التراخي. البيئة تؤثر في التصور الفقهي. نعم. واضح. إذا الإشكال إحنا فين كاين عندنا هو أن الإنسان عنده معرفة محدودة. الرجل الذي ينتقد لماذا تغير وتحول من هذا المنهج إلى ماذا؟ لعله اطلع على هذا المنهج وقرأ فيه فوجده بأنه خطأ، فتحول ورجع إلى ماذا؟ إلى المناهج الإسلامية المعتبرة التي توارثها المسلمون أبا عن جد منذ القدم. الأشعري يرى من أيام أبي الحسن الأشعري وهي جاية تلدرك. الماتريدية في المعتقد من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، المذهب الفقهي مثلا ديال الإمام مالك من ذاك الوقت إلى يومنا هذا، أبو حنيفة كذلك وما إلى ذلك. وتجي أنت مثلا واحد 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 المذهب وليد، إن صح التعبير وليد، في حقبة معينة، وتجعله أنت هو الأساس ديال التفكير ديالك وتعادي وتوالي عليه، خطأ فادح هذاك. وهذا هو السبب الذي يجعل بعض علماء الإسلام ينتقدون على من يتبنون ذلك الفكر. إذا النقاش هنا فين كاين؟ يناقش في الأفكار وترقية الأفكار تترقى بناء على الرصيد العلمي الذي يكتسب الإنسان. نعم. هكا. ثم مناهج هذه، واش هذاك المنهج ديالي أنا أو الذي ديال طائفة معينة؟ أهد المناهج راه توارثها العلماء وأبا عن جد، وتلك المدرسة ماذا؟ يعني تنمت نمت مع الوقت، يعني اش شيء جاء من قبل وفيه تلقيح اخذ ورد. واش فهمت اش كنقصد لك؟ مثلا دروك باش نقولوا هنايا اصول الفقه، المدرسه ديال الفقهاء، وكنقصدوا بها الحنفيه، راه مدرسه
راه ماشي ديال تابو حنيفه بوحدو، راه مدرسه فيها اخذ ورد، تيكون فيها مثلا نقاش، وهذاك النقاش يثمر ماذا؟ نقاش يثمر تصحيح، يريد نقاش ثم يصحح، وهكذا حتى كتنمى المدرسه وتتكبر وتتولي قداش. ويجي واحد في جره قلم يقول لك متعصب، او يقول لك العصبيه المذهبيه، ردي الله يهديك، قرا المدرسه باش تفهم مذهب المتكلمين في اصول الفقه الذين يقعدون القواعد ويناقشونها ويريدون عليها ارادات ثم يناقشون الارادات حتى تصح وتقوى وتقوم، مفهوم؟ هذا هو المعنى، هذا الشيء اللي كاين والدرجه هذا. غير بقى واحد السؤال الاخير قبل ما نختموا هذه الحلقه السي محمد، دابا بالنسبه للعالم او الشيخ او المفتي الذي كان يفتي الناس يعني بواحد الطريقه معينه، لما يتحول يعني اتجاه اخر او يتبنى يعني نهج مخالف للنهج الاول الذي كان عليه، اما يجب عليه يعني ان ينبه ربما الاتباع ديالو اللي كانوا يقول يعني يبين لهم علاش وقع ذاك التحول، يعني ربما افتاهم يعني بطريقه معينه، ربما اتضح من بعد لهذه العمليه الطريقه غير صحيحه، يعني اما هل يجب عليه ان يبين لهم؟ نعم يبين، يقول لهم انا تحولت، ها السبب علاش كذا 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 كذا، وكنت افتيكم بكذا، الان افتيكم بكذا. شتي المشكله اللي كاينه الحاج احمد، انا من خلال تجربتي المتواضعه وما خبرته وما علمته من مشايخ الذين اجالسهم في هذا الباب، المشكله ماشي المشكله هو هذاك المخالف مسدود. هذا هو المشكله ديالته. لو كان ينصت ويستمع لما انتقد. فهمتني كيفاش؟ وان صح التعبير بان افته هو الجهل. وعندما يكون الانسان جاهلا فانه يكون بعد عدو نفسه اولا ثم عدو غيره. واضح؟ لان الجهل ما هو الا سوء فهم، والا لو تعلمنا فهم ويكون الفهم ديالو صحيح ومقاد. هذا هو المشكل اللي كيوقع. اما بالنسبه للشخص هو ملزم بالبيان. ملزم بالبيان، يعني يبين للناس لماذا وقع هذا التحول. اي نعم، خصوصا العوام الناس، حيت عوام الناس ما عندهمش ربما القدره والاليه، يعني الاهليه انهم يمشوا يثبتوا ويبحثوا وراك علاش ربما وقع هذا التحول. حيت المسائل ربما يقدر يكون فيها مسائل علميه دقيقه وكذا وهذا. يعني العالم ربما والمفتي يجب ان يبين لهم لماذا وقع هذا التحول، يعني بطريقه بسيطه وكذا وكذا، ويحاول يعني باش ما يوقعش عندهم هذاك اللبس. لا هو دروك اولا بعدا عندما ينظر اليك بعد انت عندما تتغير ينظر عليك انك انحرفت. هذا ما يقع. انحرفتي علاش؟ على الدين. وهذا هو الخطا الفادح اللي كيوقع. اما يقول لك وقع انحراف او كيقول لك كيعتقدك بانك صرت مبتدعا. ماشي زعما انت انحرفتي غيرتي افكارك، صرت مثلا تكون كنت على منهج خاطئ فصرت تتبنى منهجا صحيحا وهو مناهج المسلمين الصحيحه المتقدمه التي تتابعت منذ وجودها الى يومنا هذا. المشكل هو حيت كتغير انت بحكم انه هو محدود التفكير، عندما يعني تخالف ذاك التفكير ديالو اللي هو محدود كتولي انت مبتدع. ومحيت تتناقش معاه تقول له من هو المبتدع؟ ما عنده ما يقول. ولكن هكا ضع في الدماغ ديالو في الذهن ديالو في العقل ديالو الذي يعني ترصب نتيجه تلقي والشحن، فيقول لك يعتقدك بانك انت صرت مبتدعا وخالفت. نعم. وعنده مشكل، اشنا هو المشكل؟ انه يرى ان الحكم الشرعي ثابت الى يوم الدين، راه لا وجود لحكم شرعي يثبت على حال الى يوم الدين، بل يتغير بتغير ماذا؟ الحاله والوضعيه والمكان والزمان الى اخره. نعم. مفهوم؟ بحال مثلا مما ناقشناه فيما مضى مثلا. ناقشنا بأن ينظر الإنسان إلى هذا الشيء من جهة كونه لا يجوز بناء على أنه ما يترتب عليه ذاك الشيء اللي يحيط به، وعاود ثاني حيت تنظر ليه هنا في واحد الزمن وواحد جهة أخرى عندما تيتحيد هذاك الأمر كذا إلى آخره. أنا نعطيك واحد المثال كاع في الفقه كاع ما نمشيو بعيد، واش دائما الربا حرام؟ المعنى أقصد نعم في أصله الربا حرام باتفاق حرام، ولكن الناس ما كيفرقوا بين
واحد الشخص مثلا وجدت له ضرورة، اضطرته ضرورة شرعية إلى أن يتعاطى للربا مثلا، نعم، وتقول لي أنت حرام واقترفت وأنت كذا، ويؤدي به إلى أن يجعله فاسق. يا ودي الله يهديك، الراجل راه استفتى عالم وقال لي ها ماش عندي اش عندي، والعالم قدر له الضرورة، عندك مشكل. أقصد يعني أخذ مثلا قذ رباوي مثلا كمثال، ماشي المرابي هذاك ما كنهضروش عليه، لانه باش نفرقوا الناس راه ما عندش عندهم مقرض من البنك ولا شي حاجه. هاي مثلا والفتوى تكون خاصه هنا بالشخص، ماشي نعم. يعني مثلا خاصه بالشخص، يعني تشوف الظروف ديالو وكذا، يعني وانت تشوف انت واش ممكن انه ياخذ هذاك القرض ولا لا مثلا. شي يقولوا لي مثلا الخمر ياك حرام، نعم، باتفاق ما عنده مشكل. الميت حرام ولا ما حرام؟ حرام باتفاق، ولكن واحد الشخص مثلا يمشي في الطريق، نعم، في صحراء، فكاد ان يهلك، قاد ان يهلك. والله سبحانه وتعالى هنا من مقاصد الشريعه جعل لكي تكون نفسه يعني لكي لا يهلك، اباح له الشرع ان ياكل لينجي نفسه مثلا، نعم، هذا الشيء اللي كاين. فالقضيه ان الانسان تركز في ذهنه ان هذا الامر او هذا الشيء الفقهي هذا الحكم هو اللي عنده الى يوم الدين، ولكن لا حكم ثابت. أن هذا الشيء هناك عوامل تجعله يتغير، سياقات سياقات شرعية كتجعله كيتغير. أو خير دليل المثال جبنا ديال الإمام الشافعي مثلا، حنا نهضروا على اللباس، الناس موضين حريطة، أنت إلا لبستي مثلا السروال والقميجة والكوستيم فلان انحرف، واش هذه علامة الانحراف الشريف؟ شنو المشكلة عندك في اللباس؟ لا يلبسوا الا الكفار، كيفاش كيلبسوا الكفار؟ شنو مع راسك؟ هل هذا اللباس خاص بهم؟ واش بحالو بحال مثلا ديك اللباس ديال القس في الكنيسه ثم يلبس ذلك الخيط المسمى بالزنار؟ واش هذاك الشيء اللي لبس هذاك الرجل؟ هذا نتفق معك، ولكن هذا اللباس اللي هو لباس ديال عامه الناس في العالم كاملين، لا الملحدين ولا المسيحيين ولا اليهود، ولا لباس واحد لا كل شيء لابستو هذاك اللباس، اذا فما وجه يعني الانكار على هذا الشخص؟ خصو يلبس اسيدي القميص ويلبس الجلابيه ويلبس الشريف. اذا هنا فين كاين المشكل؟ مثلا هذا نتيجه سوء في الفهم، وقيس على ذلك امور كثيره جدا. نعم، مفهوم؟ هذا الشيء اللي كاين. سي محمد تنشكرك بزاف على هذا العلم تبارك الله اللي صدر منك اليوم، على هذه الحلقه الطيبه اللي دوزنا معاك ساعه ونص ديال البودكاست الاسلامي. تشكر بزاف. مرحبا انت الحاج، الله يحفظك، وندعو الله تعالى يفتح عليك ويسدد خطاك، امين، وان يسر امرك، امين يا رحمن، وان يكتب لنا ان شاء الله حلقات قادمه ان شاء الله كثيره ننشر فيها ان شاء الله هذا الخير. يا ربي امين. نتمنى من الله تعالى التوفيق والسداد، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك سي محمد. مرحبا، جزاك الله الله يحفظك ودي سي احمد، انت الله يجازيك بخير، نسال الله تبارك وتعالى يتقبل السعي ديالك، جزاك الله خير، والمجهود ديالك. وحقيقه هذا الشيء اللي كدير انت نعاود نكرره من باب يعني تحفيزك، من باب نحفزك ونحفز مثلا امثالك، أن مثلا من كانت له القدرة على مثل هذا العمل راه ما يبخلش، لأن الدين والدعوة والإسلام ديالنا وتبليغ الخير للناس راه يحتاج لرجال. نعم، واضح. وهذا الفكرة اللي تبنيتها نسأل الله تبارك وتعالى يجعلها سبب في يعني في التيسير ديال الأمور ديالك. آمين. وهذه خدمة من الخدمات اللي ماشي محصورة غير في العلم بوحده. نسأل الله القابض سي محمد. يا ربي آمين. محصور يعني لأن من أدوات الدلالة اللي ذكرنا ماشي غير علم بوحده، يكفي أن الإنسان يدل على ما فيه علم، راه حتى هو راه بحال أنني يتعلم العلم. واضح. أنا نعطيك واحد المثال دابا مثلا، هل كل أحد يستطيع أن يتعلم العلم الحاج أحمد؟ ليس كل أحد يستطيع، لظروف لأمور معايش الناس. تلقى أنت واحد السيد فلاح مثلا في خدمته، أو لا ميكانيكي في الحانوت ديالو في المحل ديالو، أو بائع ديال طاجر مثلا، ولكن عنده واحد السبب باش يتعاون. بحالاش؟ يتبنى مثلا العالم وما إلى ذلك، يدل عليه إلى آخره، أمور كثيرة. فالمقصود
أن الإنسان كل سبيل سيكون سببا في الدلالة على الخير، راه الحمد لله خير. الله يجازيك بخير الدعاء. بارك الله فيك يا سي محمد، الله يخلص القبول يا سي محمد.